زينب تشوفه وللغريب صدت تنادي دق عدي ابويا وشوف وش حالة تسنادي مرمي جنازة وداسة خلل راسه معلقينا براس السمهري. شلون رجعت مكسورة زينب إلى الخيمة؟ آجركم الله أحسن الله لكم العزاء وإذا بالنوق قد قربت عجاف بلا غطاء بلا وطاء. وهذول بنات الرسالة مدللات عايشين على عيز دلال حشيمة. اجت زينب ماذا تريدون؟ قال لقد أمر الأمير أن نركبكن على النياق. قالت انتون تركبون بنات النبي؟ مضت إلى زين العابدين قوم يا ولدي لحق على عماتك انتهض يا سجاد الأمويون سيباشرون عماتك وأخواتك بأيديهم ترضى. قال عما يا عما ناوليني عصاي التي أتوكأ عليها وسيفي عضدوا لي يا عما. عضضت إليه جابته وقف أمامهم قال والله إن باشر أموي علوية بيد لأرجعن واقعة الطف وأنا ابن الحسين. إمام ويقسم يقولون خيل لنا أن الأرض ترجف من تحتنا فروا إلى ابن سعد. يا أمير رأينا من زين العابدين هذا وهذا وقال لنا ألا نباشر عماته. قال دعوه إنه من أهل بيت إذا قالوا فعلوا. خلي يركب عماته. التفت إلى عمته إلى أخواته يلا ركبوا بعضكن بعضا. أنا ما عندي جلد يا عم. وتصور وياي عاد هذه تبغى تركب الثانية وتطيح على الأرض. واحدة تبغي تركب الناقة بروحها تعثر على التراب. أركبتهم زينب وأخواتها فلم تبقى إلا زينب وزين العابدين. قال عم تعالي أنا أركبك على الناقة. قالت وينك وين تركبني أنت مشي ما تقدر تمشي وإذا ركبتني على الناقة شي ركبك أنت بيجون إليك بالسياط بيقتلونك يا بقية الباقي. تعال تعال يا سجاد. عالجته على الناقة عدلت تضبطت على الناقة. أرادت أن تركب زينب ما تعرف متعودة أبو فاضل يجيها يجيها الأكبر يجثو على الأرض تخلي رجلها على كتفه وإيدها بإيدها ودخلوها المحمل. كأني بها توجهت إلى ناحية المشرعة. أخوي عاد قوم أبو فاضل قل له يا عباس الضعن ماشي رضيت الشمر حادينا علم الزل مشان حسرة خواتك والوعد وين هالنوم يا ابو فاضل بشاطل عالقمي خلها وهاي النوق دناها المحامل قوم عدلها وهاي وديعتك دنهاض وعدل ستر محملها
وخلي العلم يا مهيوب جدام الضعن زينب. حم الله أبو يوسف يقول قام يخاطبها عاد يقول لها يا زينب يا اخت العتب يا زينب على راسي وعلى عيني لكن اظن ما جيت الشريعة ولا نظرتيني وين الراس وين العين يا اختي ما تشوفيني كفيل تصاير بهالحال يا اختي وما تعذرين تقل يا وفي الذمة يا صيوان الحرم والسور عتاب عليك من ضيمي يا ابو فاضل ما هو من قصور دريت بقطعة جفوفك دريت براسك المطرور بعين تأمل جسمك على الشاطئ موزعين يباين عليكم التعب مأجور مأجور مثاب مثاب من أمس ونتكم بالمآتم بحت حتى أصواتكم وهذا قليل في حق الحسن بس التعب باين عليكم اليوم البارحة واليوم والليلة بس أسألكم سؤال ما بتروحون الليلة على الوسادة تحطوها تحطوا روسكم قرير العين لو ما تحطوها زينب بتنام الليلة الأيتام بنامون الليلة عائلة الحسين بتخف ونتها قال ابن سعد مروا بهن على مصارع القتلى لعنك الله يا ابن سعد سود الله وجهك يا ابن سعد يعني تبغي تقتلهم يعني تصور عاد واحدة بتشوف ولدها محزوز الوريد مرمي هذه بتشوف زوجها هذه بتشوف أبوها أخذت النساء تتمايل من المصيبة على ظهور النياق صاحت زينب لا واحدة ترمي روحها لا تمرمروني عاد ودعوهم وأنتم على ظهور النياق وش الصبر يا زينب مرت عاد على جسد أخوها قامت تودع تودع تقول ما عندك مروة ولا تقول ضيعت الأخوة أني ما خودة يا حسين قوة ويلي تدري الشمور بي السوا صوت علمتوني تلوى لو خيروني كلمة عملاقة هاي كلمة معصومة هذه لو خيروني بين البقاء معك أو الرحيل لاخترت البقاء ولو أكلتني سباع البقر لكن أني ماشية بالرغم لا بالرضا تقول عن النساء فروا ما ودعوا شالوا خواتي وللقبور ما شيعوا يا ليتهم وياك بالبار يتركوا
أروح حسرة ميسرة فوق المهازل وويلك راحت عنهم عرايا على البوغاء. وأصعب ما على الإنسان ترى أصعب ما على الإنسان إذا عند فقيد يأخرون دفانه، هذا صعب. أول ما يخلونه بالتراب وجون المعزين هذا يضمه، هذا يعظم إليه الأجر شوية، الحرقة اللي في قلبه وإذا قعد على قبر الحبيب وصب عليه الدموع شوية الحرقة تروح. عظم الله أجركم يا أبو زينب، راحت الغالية عنكم، راحت العزيزة اللي تجمعكم، الأم الأم الأم. وين رايح؟ قال رايح عند أمي، جنتي وناري أمي، جنتي وناري. لكن تعال هذه الغريبة زينب من فتحت عيونها على الدنيا شي خفت عليها المصايب، بس المصايب اللي قبل ما قتلتها، ما قتلتها إلا هالمصيبة. هذه قضت على حياة زينب بعد. خليني أختم هالمجلس وياك بمصايب زينب، ونهدي هذه الأبيات إلى روح أمنا الفقيدة رحمة الله عليها. ويل ياه مصاب الصطب قلبك يا مصونة، خلاج طول الدهر منحولة وحزينة. قالت أني قلبي من اللوعة الذايب، ما تنحص جروح إلا فيني من المصايب، من صغر سني شافت عيون العجايب، ما جفت دموعي على خدودي هتون. يلا يلا نبدأ نبدأ مصائب. أني شفت أمي الزهراء يا ما بين الباب والجدار، مكسورة الضلعين وهي تصرخ بالأخمار، وينك يا حيدر ما تجي وتشلع المسمار، وأبوي طلع بل أعاد ملببين. شاهدت عيني والدي راعي الفراسة، سيف ابن ملجم يوم صاب وشق راسه، ولا فاد بالضرب دوا وغابت انفاسه. شفت الخلايق للمقابر شايلين، شفت الحسن خويا جرع من كاس لسموم، مرمي على فراش المرض ما يقدر يقوم. ويلي يا ويلي بالطشي ظلت كبدته تسبح بالدموم، وبس هامهم نعشل أعاد مصوبين. بعد بعد وصلنا إلى أي مصيبة؟ كم مصيبة عددناها الحين؟ وشفت العزيز حسين مرمي فوق غبرة، وشفت الشمر بن عال صاعد فوق صدره،
وشفت العزيز حسين مرمي فوق غبره، وشفت الشمور بنعال صاعد فوق صدره، وقبال عيني شال سيفه وفصل نحره، وراس المشكار بالأسنة معلقين. بيت الدعاء، بيت الدعاء، وصدقني هذا أعظم بيت بالقصيدة كلها. بعد زينب قالت من بعد ما ظلوا على حر الوطية انهتك خدري وركبوني على مطية، دشاني المجلس وساتر ما علي. وقبال خي وقبال عيني راس خيم هالشمين، متى بتشوفه؟ تقول أنا زينب مرمرني زماني، والله مرمرني زماني، أخذ روحي وغير ألواني يا خويا، يعود لي بيكم زماني، وشمل اللي تشتت بيش يلتم، وشمل اللي تشتت بيش يلتم، بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا.